عايزه اقول لكم حاجه. ايه يا ماما؟ المكالمه اللي جات لك امبارح صح؟ واحد بيهددني. واحد بيهددك؟ مين ده يا ماما؟ واحد معايا في الشغل. بصوا انا مش خايفه عليا، انا ما اتعودتش اخبي عنكم اي حاجه. والواحد ده ممكن ياذينا بجد يا ماما؟ هو بيهددني بكده. انا بس طالبه منكم طلب واحد، ما تتكلموش مع حد انتوا مش عارفينه، ما تخرجوش مع حد انتوا مش عارفينه، حتى لو قال لكم ان هو من طرفي ما تخرجوش من باب المدرسه الا وانتوا متاكدين ان انا جوه العربيه. بس تثقوا فيا انا ودونت وصال. حاضر. حاضر. بس برافو عليكي انك عملتي كده، كده حقيقي الولاد يحسوا بالمسؤوليه. مع ان قلبي واكلني عليهم قوي وخايفه اموت. لا لا ما تخافيش، انا حاسه ان كل ده لعب عيال. قهوه يا باشمهندس. شكرا يا ماما. قهوه يا باشمهندس. شكرا يا معبد. او النبي يا معبد ما تنساش، في واحد قريب هيجي يسال عليا، اول ما يوصل دخله على طول. حاضر، انا مش ناسي والله. مين بقى قريبك ده اللي قعدتي سالتي عليه 3 مرات من ساعه ما جينا؟ دلوقتي تعرفي. تفتكري ان مندور ليه دخل في التهديدات اللي بتجيلي بالتليفون دي؟ بصي بقى، لو دخل ملوش دخل، انا هقطع لك الايد اللي رافعه سماعه التليفون دي وهددتك. اهلا وسهلا. صباح الخير. اكيد طبعا خير. الباشا عريف سيادتك يا باشمهندس يا مصر. اخليه يتفضل طبعا. اتفضل سيادة الباشا. صباح الخير. مؤنس ازاي؟ كويس انك لسه فاكراني. وهي معقولة تنساك؟ اتفضل استريح. تشرب ايه؟ قهوة عريحة لو سمحتي. قهوة عريحة للباشا بسرعة. حاضر يا باشا. الأستاذ مندور المهندس زميلنا العزيز. أهلا. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا وسهلا. وعاملة إيه يا فندم؟ الحمد لله بخير. وإيه بقى يا ستي حكاية التليفونات اللي بتجيلك دي؟ هو الحقيقة في واحد بيهددها على التليفون وبيقول لها كلام غريب جدا، إن هو هيخطف ولادها وإن هو هيأذيها هي شخصية. ليه؟ هي البلد ما فيهاش قانون ولا إيه؟ ومين اللي بيهددك ده يا فاتن؟ هو الحقيقة أنا شاكة في واحد يعني. خلاص قولي لي على اسمه، واحنا الاستدعي عندنا في المباحث وهناك هنعرف ازاي نقرره ونخليه للحقيقة. لا بلاش اسمه دلوقتي، أنا نفسي تقبضوا عليه متلبس. خلاص زي ما تحبي، وأنا ممكن أحط لك التليفون ليل نهار تحت المراقبة، ولو تحبي أنا ممكن أعينك حراس على أولادك. لا أنا يتهيألي بلاش حكاية الحراسة على الولاد دي ولا إيه يا فاتن، أنت عايزة حراسة على أولادك؟ لا لا لا، أنا متهيألي اللي بيهددني ده راجل جبان، يعني ما عندوش دم، تافه، ولا إيه رأيك يا باشمهندس؟ طبعا. يعني أنا من رأيي لو حصل تهديد تاني هقول لكم، مش هيبقى كتير عليكم إن أنتوا تقبضوا على مجرم زي ده؟ على الأقل نعرف بقى إيه البلاوي المتلتلة اللي وراه وبيهددها ليه عشان ما تكشفهاش.